معنا من لندن مراسلنا جياب أبو صفية. جياب، أخيرا هناك خطة على الأقل لخروج المجتمع البريطاني من هذه الإغلاق العام والشامل في بريطانيا، كيف قرأت هذه الخطة؟ إلى أي مدى تعتقد أنها ستنجح أيضا؟ تفضل. نعم، يعني هي بنسب النجاح تعتمد على مدى نجاعة واستمرار عملية التطعيم لتأمين وتحصين المواطنين البريطانيين. هذه الخطة بخطواتها الأولى جاءت نتاج للنتائج الإيجابية لعملية التطعيم التي كانت في مرحلتها الأولى لأربع فئات هي الأكثر تضررا، وهم كبار السن وأيضا ممن يعانون من أمراض مزمنة، وأيضا العاملين في قطاع الصحة العامة والعاملين في دور رعاية المسنين. الاعتماد على هذه النتائج من عملية التطعيم هي من دفعت هذه رئيس الوزراء والحكومة بالتفكير بخطة تدريجية، أي الفتح سيكون في يوم 8 مارس بعودة المدارس، وهذه أولوية للحكومة البريطانية، السماح بزيارة شخص واحد فقط لدور رعاية المسنين لمن هم أكثر من 80 عاما بعد تحصينهم بعملية التطعيم، ولكن وفق إجراءات مشددة ووقائية والسماح بلمس اليد، بالإضافة إلى السماح بمقابلة شخص آخر من عنوان آخر في متنزه أو في مكان مفتوح، وعودة أيضا الأنشطة الرياضية ما بعد المدرسة للأطفال خصوصا، ولكن بشرط أن تكون في أماكن مفتوحة. الخطة مكونة من 4 مراحل تبدأ في يوم 8 مارس، على أن يكون هناك بعد 3 أسابيع عملية تقييم للخطوة الأولى قبل الذهاب إلى الخطوة الثانية وتأكيدها، ليستمر ذلك حتى 31 يوليو المقبل، وهو موعد ربما بعد ذلك عودة إلى الحياة الطبيعية وانتهاء عملية التطعيم جميع البالغين في المملكة المتحدة ككل. هذا الإغلاق وهذا التخفيف سيكون شاملا فقط لإنجلترا، على أن تتخذ ربما اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية خطوات مماثلة، ولكن وفقا للأرقام التي تصل الحكومات المحلية في المقاطعات 3 الأخرى. رئيس الوزراء البريطاني سيعرض أمام مجلس العموم بعد ظهر هذا اليوم بالتوقيت المحلي في لندن عند الساعة 3:30، سيطلع أعضاء مجلس العموم على أن يكون هناك تصويت على هذه الحزمة من تخفيف الإغلاق، ليكون بعد ذلك خطاب عند مساء هذا اليوم يوجه للمواطنين البريطانيين، يطالبهم بالالتزام بالإجراءات التي ستبقي عليها الحكومة والالتزام التام، ويشرح مدى إلى أي مدى ستذهب هذه الخطة، وهي باتجاه واحد كما أكدتها الحكومة، ولا رجعة عن هذه الإجراءات وعن هذه إجراءات التخفيف هذه. نعم، من لندن مراسلنا جياب أبو صفية.